أنا عايز أبدأ معك من البداية، كيف بدأ المشوار الدكتور أحمد الخمار؟ أنا في 96 كنت في أولى جامعة في كلية تجارة، وقررت أن أنا أشتغل في العمل الخاص. يعني من البداية أنا عندي هدف أن أنا ما أكونش موظف في يوم من الأيام، فأنا قررت أن أنا هخش كلية تجارة، ودخلت كلية تجارة. وفي الترم الأول، في نهاية آخر يوم في الامتحان في الترم الأول، كنت أنا بدأت أشتغل في الأجازة بتاعت نص سنة طبعا، لغاية 99 أنا اتخرجت. وكان عندي هدف أن أنا أعمل مصنع كبير قوي. المصنع كان مصنع صغير تقريبا حوالي 175 متر، وده فعلا بدأت أشتغل. وبعد كده حصلت عندي بقى عصرة كبيرة في سنة 99. كان إيه السبب؟ أنا كنت في السنة الأخيرة في الجامعة في البكالوريوس، وكان دخلت في شغلانة بقى كنت أول سنة أول مرة أخش فيها، وهي تصنيع حلوى المولد. أنا ما كانش عندي خبرة بيها خالص، ما عنديش أي خلفيات. كل خلفياتي بيها إن حلوة المولد بتصنع وتتباع وفي أرباح كبيرة، فخرجت عندي فيها خسارة كبيرة جدا برقم فلكي، يعني تقريبا الرقم عمري ما انساه 327,323 جنيه. يعني انا اللي انا كسبته في الاربع سنوات اللي انا كسبته في الاربع سنوات انا خسرته بلس الرقم ده، بقيت انا بالنسبه لي راس مالي ماينس الرقم ده. حكايه الدكتور احمد محمد عطيه القمار بدات وعمره 12 سنه. تخيلوا اللي كان بيحصل. كان والده بيجيب قوالب الشوكولاته ويقسمها عليه هو واخواته الخمسه، طبعا كلهم كانوا يفرحوا وياكلوها، اما الدكتور احمد القمار فكان يقسم نصيبه لقطع صغيره ويلف كل قطعه لوحدها بشكل جذاب، ويروح يبيعها لأصحابه في المدرسة ويكسب ضعف قيمتها. كان طفل نابه ذكي نشيط، ولما كبر كانت دماغه كلها في التجارة والتصنيع، أصل طول عمره رافض الوظيفة الميري، وكان عنده حق. بعد 99 يا دكتور ماذا حدث؟ خلاص أنا قررت حاجة من اتنين، لو أنا عندي المصنع يتباع ويجيب الرقم ده فأنا هخرج وهتخرج من الصناعة وهبطل، يعني هشوف أي حاجة تانية هشتغل فيها. طبعا أول حاجة التارجت لازم أسد الناس، ده الفلوس دي دين عليا. فكان عندي هدف ان انا اسد الناس الاول. الناس اللي هم اصحاب الخامات اللي اتدخلت طبعا بالظبط، المورد السكر مورد العسل وهكذا. حطيت بلان ان انا هبدا اشتغل برقم صغير. كان عندي عربيه طبعا، بعت العربيه دي وبدات بالفلوس بثمن العربيه دي، جبت بقى مكنه صغيره بتعمل ايه طوفي نوجا الحاجات اللي هي الايه الشعبي دلوقتي بنسميها الشعبي دلوقتي. بدات بيها، وكان عندي تارجت ان انا احاول اسد، بس حجم الشغل ما كانش يقدر يسد الرقم ده. فقلت لازم نعمل حاجه غير تقليديه. عملت نموذج مختلف خالص عن الناس. قدمت كذا الاول حلاوه المود اللي حضرتك تفتكر من 24 سنه من 23 سنه تقريبا، تتعرض في الشارع بدون تغليف بدون علبه بدون غطا، تاخد بالقطعه واللي بيعبي بايده. فكانت حاجه برضو ايه، فانا عجبت مكان التغليف، خل اول حد يعمل كل قطعه مغلفه في علبه مغلفه. وبعد كده كبرت بقى في الموضوع، كان عندي طلب غير طبيعي، طلب كويس جدا طبعا في الاريا اللي انا فيها في محافظه الألوبيه. السنه 2002 بقى بالنسبه لي كانت ايه، كانت انطلاق كويسه. كنت انا خلاص تقريبا بقى ما عندي معلش مليم لحد، بقى عندي راس مال بدات اشتغل بيه، وهنا بدات اشتغل بقى افكر فكر تاني مختلف. انا كنت مضطر اشتغل في شغل الموسم فيه ريسك كبير قوي وفيه بروفيت، بس في النهايه انا مش حابب العب الريسك ده تاني. رحت جبت خط لإنتاج الطوفي، وقلت طيب إيه تاني السوق فيه طوفي، ما كل الناس بتعمل طوفي، إيه اللي ممكن أعمله جديد في الطوفي. برضو حاولت أبتكر فكرة، وهنا بقى بدأت أبص على حتة تانية خالص، التصدير. من سنة 2002 وأنا بدأت أفكر في التصدير بشكل كبير جدا، وفعلا الحمد لله كان عندي حجم شغل في التصدير كويس جدا، كنت بصدر طوفي بس. الدكتور أحمد محمد عطية القمار اتخرج في كلية التجارة جامعة بنها، وحصل على الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بيتسفورد بالولايات المتحدة الأمريكية، أما الدكتوراه فكانت من جامعة كامبريدج في لندن في إدارة الأفراد، وهو المسؤول الأول عن الإنتاج والتشغيل وفتح الأسواق في مصنع هابي سويت. فتحت أسواق إزاي؟ بص، هي برضو بالمصادفة، أول بدايتي في التصدير كانت عن طريق السودان، وده تناسب مع الذوق السوداني بالصدفه برضه، بيلاقي بالحاجه المسكره وانا بالنسبه لي الطوفي بتاعي كان الميزه اللي فيه مسكر قوي عن الاخرين. فده كان بالنسبه لي كان ميزه، وما كانش يمكن ده سر ما حدش يعرفه لغايه دلوقتي انا ليه كان الطوفي بتاعي نمبر 1 في السودان، فكنا بنطلع ما شاء الله كميات كويسه. بعد كده طب ما ده تصدير، بدانا نتعلم الرولز بتاعت التصدير ازاي، بدانا نفكر على اسواق تانية، دخلنا سوق اليمن. هنا انا انتبهت للقصه ان انا طوق النجاة بتاعي في الصناعه دي هو التصدير هو التصدير صحيح.
وده فرقني عن الآخرين بقى. يعني 2003 2004 بدأنا نطلع المعارض، كان أول معرض لينا في دبي تقريبا في 2005، وحطينا المنتجات وبدأنا خدنا عملاء بقى من جنوب أفريقيا، خدنا عملاء من فلسطين من الأردن من السعودية رجعنا على الأقل بسبع ثمان دول، واشتغلت مع دول فترة طويلة. بدأت بقى خلاص بقى بالنسبة لي المعرض بالنسبة لي أساسي لازما كل سنة. إيه المعارض الأخرى بقى؟ بدأنا نطلع بقى معارض أوروبا، كل معارض أوروبا. 2008 تقريبا ما كناش بنسيب معرض في العالم إحنا بنروح. النهاردة وضعنا إيه؟ النهاردة الحمد لله إحنا بنصدر ل 43 دولة ما شاء الله. يعني إحنا كان عندنا وصلنا في 2018 17 18 كان نسبة الصادرات بتاعتنا 80% من مجمل الطاقة الإنتاجية. بدأ الكيرف ينزل تاني لظروف انخفاض سعر الدولار. طبعا حضرتك تستغرب تقول لي ازاي انخفاض سعر الدولار ده المفروض ده بيزود الصادرات؟ لا بالعكس، وطبعا انا بالنسبه لي ببيع بالدولار والدولار ده بفكه جنيه، فانا ببيع الدولار ده مثلا لما كان ب 18 جنيه فانا عندي 18 جنيه، انما النهارده الدولار وصل ل 15 جنيه ونص. هو توتالي الدنيا انخفضت شويه الاحداث طبعا. طب ده ما خلاكش تراجع حساباتك من 80% صادرات من اجمالي الطاقه ل 30%؟ بص احنا بالنسبه لنا حاولنا ناخد ماركت شير اكتر في السوق، زودنا طبعا المحلي. في المحلي ولكن السوق مكتظ، فاحنا طبعا بنحاول بقى مع صندوق تنميه صادرات نشوف ايه المشاكل معاهم بحيث ان احنا نزلل العقبات دي عشان نرجع نسترد اسواقنا تاني. انت حضرتك بتقيم ازاي المبادره الجديده بتاعت رد العباء اللي هي 40% حضرتك بتاخدهم كاش 30%؟ نتمنى التنفيذ، احنا في النهايه القرار بيطلع وبعد كده يعني تنفيذه امتى الله اعلم. فاحنا بالنسبه لنا لو القرار دي بتتنفذ على الارض 100% احنا نبقى نمبر 1 في التصدير. يعني انا عندي دايما ما يهمنيش انا سعر السلعه كام، ولكن يهمني ثبات سعرها. يعني السكر الطن ثمنه كام؟ 1000 جنيه. مش هيهمني 1000 جنيه ولا 10000 جنيه، يهمني ان هو يثبت عشان اظبط تكلفتي على هذا الاساس. احنا عندنا مشاكل في السكر مؤخرا، السكر عالميا في ادنى نقطه فاللي بينافسني شغال مستفيد بالميزه دي. البرازيل هو بينتج سكر وعنده سكر ب 340 دولار. تركيا نفس القصه عنده سكر ب 340 دولار. تقصد فرض رسوم اتفرضت رسوم مؤخرا على السكر المستورد؟ بالظبط بالظبط كده. فانا بالنسبه لي انت بتفرض رسوم حمايه على السكر، طب انا هنافس ازاي؟ كم عامل النهارده في المصنع دكتور؟ بص انا عندي في المجموعه كلها از توتال في الثلاث شركات بنتكلم الراوند فيجر 3500 4000 في الثلاث شركات كلهم من احنا عندنا سواء الشركه التجاريه او الشركتين الصناعتين. ايه نشاط الشركات الثلاثه؟ احنا عندنا المجموعه الاقتصاديه للصناعات الغذائيه هي شركه شقيقه لهابي سويت، وعندنا شركه فلاي جروب للتجاره والتوريدات، دي شركه بغرض الاستيراد والتصدير والبيع المحلي للصناعات الغذائيه، الحاجات الغذائيه الفود يعني شاي صلصه طماطم تونه يعني حاجه زي كده. حركة.